ومرحبا بالجميع. أنا اخترت أني نحكي على سميته الأكل المزيف على خاطر هو أكل ماهوش ما يشبهش تركيبة الإنسان الفيزيولوجية، ويتعب البدن ياسر، معناها يرهق البدن باش ينجم يهضمه وباش ينجم يستفيد منه. هو يمكن في الشكل يشبه للأكل ويجذب الانتباه، أما هو في المضمون بعيد كل البعد على الغاية الأساسية من الغذاء. خلينا مبدئيا نعاود نحكي معاكم معناها بطريقة مختصرة وسريعة على مفهوم الإدمان من ناحية هذه. هو في مطلق الأحوال بخلاف كما قلت ساعة الاندماج وسط المجموعة، دونك نولي ناكل كيفهم، ثم زاد عباد وقت تشعر بالوحدة، وقت تشعر بالتشنج، الخوف من الامتحانات، بعض المشاكل النفسية، تولي تبحث على حاجة اللي هي تحفز لها هرمونات تشعرها بالإنجاز وتشعرها بالراحة وتشعرها أنه هي إنسان معناها عنده قيمته وعنده قدرته على الإنجاز. الهرمونات هذه ثم هرمونة الدوبامين اللي هي عندها علاقة بكل ما هو اندفاع ورغبة في الإنجاز ورغبة في البناء، ثم هرمونة السيروتونين اللي هي مربوطة بالسعادة، مربوطة بالشعور بأنك أنت معناها بتعرض لأشعة الشمس وبعض الأغذية وبالفيتامين دي. والسيروتونين هذه اللي يصير لها وقت حكيت على الإدمان الإلكتروني اللي البدن يستهلكها تماما وقت نستعمل الأجهزة الإلكترونية، ويعطل صنع هرمونة تجي منها اللي هي هرمونة النوم، ولهذا العباد يجيهم الإصابة بالأرق. وثم هرمونة الأندورفين، كيف هذه نوع من الهرمونات اللي خاصة تخرج وقت القيام بجهد بدني، كيقوموا بالرياضه الانسان في اغلب معناها اللي يقوم بالمجهود الرياضي على اكمل وجه في اخر الحصه الرياضيه باش تحسوا انه هو يشعر بالارتخاء وبالسعاده وبالنشوه، هذيك بمفعول هرمونه الاندورفين. هالثلاثي هذايا يخرج كل ما احنا عودنا سلوك ارتبط معناها القيام به بظهور هذوما الهرمونات، وبالوقت كل ما نعاود السلوك هذايا كل ما البدن يولي يحتاج الاكثر كميه من الهرمونات هذه. دونك هيك علاش نوليو نقبلوا اكثر على السلوك الادماني وندخلوا في الادمان الى ان نوليو ما نجموش نتخلاو عنه، خاطر تولي الهرمونات هذه ما عادش تعمل بطريقه فيزيولوجيه عاديه في البدن، لكنها تولي تتصرف تصرف معناها كل ما هي مواد مخدره، ويكفي انك انت تمنع الإنسان من هذاك السلوك باش أنه هو يعمل لك جميع أعراض الانسحاب السفراج اللي هو وقت يصيره وقت احنا نمنعوا عليه مادة مخدرة. هوني ثم دائرة تسمى دائرة الإدمان السلوكي ولا الكوكيز، دائرة الكوكيز للإدمان، خاصة تتعلق هوني بالسكريات، خاطر احنا كي ناكلوا حاجة حلوة تطلع منسوب هرمونة الأنسولين في الدم. هرمونة الأنسولين نجموا يشبهوها بالمفتاح اللي باش يفتح الخلايا باش تسمح للسكريات أنها تدخل وسط الخلايا، باش الخلايا هذيك تقوم بحرق السكر وصنع الطاقة منه. إذن كي قد ما تكون كمية السكر عالية في الأكل متاعنا، قد ما يكون منسوب الأنسولين اللي البدن باش يصنعه عالي، وقد ما يطلع منسوب الأنسولين قد ما السكر يتم معناها احتراقه بطريقة أسرع، ونشعر بجوع بطريقة أسرع وبطريقة أقوى، ونوليه اللوجو أن نأكل كميات أكثر من السكر، وبالتالي ندخل في ذيك الحلقة المفرغة أنه قد ما نزيد في السكريات قد ما نوليه نحب نأكل أكثر سكريات. وبالطبيعة بمرور الوقت البدن باش يولي غير قادر على حرق الكميات هذه كاملة مع السكر، وبش يولي يحول السكريات اللي هي ما نجمتش تدخل للخلايا إلى دهون اللي هي باش تتسبب في السمنة، والبدن باش يولي يتعامل مع الأنسولين اللي باش يولي منسوبها طالع ياسر في البدن على أساس وجود أمراض، وجود التهابات،
وباش يولي يهزنا الى جميع الامراض المتعلقه بمقاومه الانسولين، كما ارتفاع ضغط الدم والسكري من نوع 2، عند البنات زاد ثم تكيس المبايض، دونك باش يولي يظهر لنا برشا امراض تنجم توصل حتى ظهور الامراض المناعيه اللي هي تبدا على الاول بادمان على السكريات. هذه نعطي بعض الاسباب للامراض هذه، يعني مش كان ادمان السكريات يوصل لها، لكن من بين الاسباب المحفزه او الاسباب اللي هي كانت معناها سبب في صنع المرض هذايا. خلينا نشوفوا اثار الضاره نتاع السكر على البدن. عنده برشا اثار ضاره، لكن من بينها باش يصير لنا حدوث خلل في نسبه السكر في الدم، والبدن بطول الوقت باش يصبح غير عاد قادر على تعديل مستويات السكر في الدم، وبالتالي بمرور الوقت باش يظهر لنا داء السكري من نوع 2. ثم زاد الأوعية الدموية باش تتأثر بكثرة تناول المأكولات الغنية بالسكر، وبالتالي قلنا أن السكر الزايد عن اللزوم باش يتكون باش يتحول إلى دهون، وبعض الدهون هذه باش تترسب على جوانب الأوعية الدموية اللي باش يصير لها تصلب، واللي بعديك باش توصلنا إلى أمراض القلب والشرايين. كيف تناول السكر باش ينقص برشا معناها من الكفاءة نتاع الجهاز المناعي، خاطر باش يحدث نوع من الالتهاب في البدن، والالتهاب هذايا باش يبدا يستغل في الجهاز المناعي بطريقة غير نافعة. معناها انت باش توهم البدن انه فما التهاب، خاطر فما عنصر تخلي البدن معناها كيما نقولوا معناها اجون باتوجين، عنصر ممرض تخلي البدن، دونك البدن باش يتصرف وكانه باش يحارب بكتيريا او باش يحارب فيروس، ولكن في الحقيقه ما فماش لا بكتيريا لا فيروس، دونك باش يتم استنزاف الجهاز المناعي بدون فائده. وهيك علاش ثم عباد وقت تجيهم فترات ياكلوا فيها برشا سكر ينجموا من بعديك يتعداو بفتره نتاع مرض، ينجموا يمرضوا بالانفلونزا او تجيهم التهابات في الرئتين ولا في القصبات الهوائيه، خاطر في مطلق الاحوال وقت نكثروا من اكل السكريات راهو باش تولي عندنا برشا افرازات في معناها على مستوى الرئتين وعلى مستوى الانف، افرازات بيضاء، وهذا دليل على انه الماكله غير معدله وفما البلغم، البدن يولي يصنع برشا بلغم، دونك هذا ينجم يكون مؤشر انه الاكل نتاعنا يحتوي على الكثير من السكريات. كيف وقت ناكلوا السكر احنا باش يجينا احساس انه جاتنا كل نشاط والحيويه، ولكن في الحقيقه هي هذيك مش نشاط وحيويه، هذيك باش يصير نوع من الاعتلال في الدماغ، باش يصير تحفيز غير معناها صحي للدماغ، تشنج للدماغ اللي باش يعطيك ايهام بانك اكثر نشاط واكثر حيويه، وهذا بطول الوقت باش يولي يخلي الانسان ديما متشنج وديما على اعصابه، ومعناها ويعطينا بعديك صداع، شقيقه، معناها مشاكل في التركيز، هذا الكل ينجر عن الافراط في تناول السكريات. كذلك الافراط في تناول السكريات باش يتسبب في اختلال توازن المعادن في البدن، ومن اهمها معدن المغنيسيوم باش يفقدوا البدن بكميه كبيره، ولذلك معناها اللي هو من بعديك باش ياثر حتى على توازن العظام، دونك على طول باش تجينا الاصابه بالهشاشه العظام، وباش يصير عندنا نوع من التشنج المزمن سبازموفيلي تسمى، على خاطر نقص معناها بسبب نقص عنصر المغنيسيوم في البدن. واحنا نعرفوا ان عنصر المغنيسيوم في البدن يمشي بالتوازي مع عنصر البوتاسيوم اللي هو عنده دور في انه يحسن من معناها نجاعه عمليه الهضم وعمليه الاخراج، وبالتالي نقص عنصر البوتاسيوم باش يتسبب في شلل الامعاء، واللي هو باش يعطينا من بعديك مشاكل في الامساك، وباش يصير ترسب للاكل في الامعاء، مما ينتج عنه يعني ينتجم تكون تتسبب في التهابات في الامعاء اللي تولي هي نوع من الترشح، دونك باش يوليو يتعداو حاجات سموم وحاجات غير نافعه من الاكل باش تتعدى في الدوره الدمويه، اللي هي تنجم تؤدي من بعديك الى حساسيات وامراض مناعيه.
فضلا على انه نقص عنصر البوتاسيوم في البدن باش ياثر على عمل عضله القلب وعلى دقات القلب ويعمل لنا اضطرابات في دقات القلب. كذلك لاحظوا انه العباد اللي معناها يفرطوا من تناول الحاجات الحلوه اللي فيها السكر كيما المشروبات الغازيه، فما باش فما اصابه في معناها بشيخوخه البشره، معناها البشره في ساعه باش نحسوها ولات ظالمه ولات تعبه، فضلا على انه السكريات الزايده الكل باش تتكدس في شكل شحوم في الكبد، والكبد بطول الوقت باش يصير له نوع من مش نسميه الكبد الشمعي، يعني اللي هو يكون في بعض الأحيان أخطر من معناها مفعول الكحول على الكبد، يعني تشمع الكبد اللي جاي من الإفراط في تناول السكريات أخطر بكثير من تشمع الكبد اللي جاي من الإفراط من الكحول، خاصة وأنه في حالة السكريات في معناها أغلب الأحيان باش نلقاو أنه الطفل أو المراهق باش يحافظ على القوام نتاعو الجميل، معناها مش يزيد في الوزن، خاطره هو في فترة بلوغ في فترة نمو، دونك قاعد معناها يستحق في ذيك الطاقة انه يحرق في الطاقة باش يكبر، دونك ما فماش تجمع للدهون حول منطقة البطن والخصر، ويقعد كان الكبد هو المسؤول على تصفية الدم من الشوائب والشحوم اللي تنجر على كثرة معناها تناول السكريات، وبتولي المدة باش تظهر عنده مشاكل في البشرة، مثلا باش تولي عنده برشا حبوب حب شباب، باش تولي عنده اضطرابات هرمونية اللي باش تأثر على النمو نتاعو، باش نلقاو مثال عند البنات باش يولي عندها اضطرابات معناها مبكرة في الدورة الشهرية، عند الأولاد باش يكون عندهم كيف اضطرابات خاصة حب الشباب، وباش تلقاه غير قادر على القيام بالرياضة على خاطر التستوستيرون هرمون الذكورية نستحق في القيام بالعمل الرياضي، لكنها في وقت نكونوا ناخذوا ياسر مثل مشروبات غازية ويكون الكبد تعب، دونك مش يكون غير قادر على صنع الهرمونات بالطريقة اللازمة، دونك التلميذ الصغير باش يحس معناها باش نحسوا ان النمو نتاعو ماهوش معدل، خاصه كان نحللوا له معناها الهرمونات نتاعو باش نلقاو اضطراب كبير في الهرمونات نتاعو، والمشكله انه هو في الفترة هذه كان طبعا المراهقة بدنه يبدأ مازال قادر على التأقلم وعلى إخفاء المشاكل الصحية اللي واجه فيها، وما نجم نفيقه بالمشاكل هذه كان بعد ما يوصل ل 18 و 20 سنة و 25 سنة، وقت كيفاش نفيقه بها وقت يتزوجوا واللي يحبوا يجيبوا صغيرات وتظهر عندهم مشاكل في الخصوبة، اللي هي كي نرجعوا احنا بالتاريخ معناها التاريخ الغذائي والتاريخ المرضي هذيك معناها الفتاة او هيك الشاب، باش نلقاو انه من بين الاسباب اللي كانت معناها محفزة لظهور المشاكل هذية في معناها في الجبان الصغار انه هو كان ياخذ في ماكلة غير متوازنة. دونك شنو هما الحاجات اللي تنجم تدل اللي انا وقت نشوف روحي معناها وقت نراقب روحي نجم نعرف روحي اني انا يمكن بديت ندخل في دائره الادمان نتاع السكر، مع العلم انه البحوث والدراسات على الفئران اثبتت انه السكر عنده معناها قدره على الادمان، انه يخلي الانسان مدمن عليه اقوى من الكوكايين وأقوى من المخدرات معناها الحقيقية، يعني عملوا دراسة على الفئران أعطوا الفئران معناها يكبحوا زر يعطيهم الكوكايين مباشرة في الدم أو يكبحوا زر يعطيهم ماء وسكر، ولاحظوا أن الفئران كانت تفضل أنها تكبح زر السكر على أنها تكبح زر الكوكايين، وهوني دليل على أن السكر عنده قدرة إدمانية كبيرة ياسر أقوى حتى من المخدرات. به
إذا لاحظنا أنه عنا تعب في البشرة، أنه عنا حبوب، أنه عنا كيف الحساسية، نوع من الهرش، قشور، دونك إذا ما كانتش البشرة محافظة على نظارتها وجمالها، وهوني خاصة نحكي على الشباب اللي مازال معناها في فترة البلوغ ومازال في ينعان الشباب، يعني لازم تكون بشرته ناضرة معناها، وحتى بعديك حتى إلى عمر 25 نما المرة، وحتى إلى سن 30 أو 35 الوجه لا يجب أن تكون فيه تجاعيد. إذا ما ظهر التجاعيد معناها نستثني من ذلك العوامل الجينية لبعض الأشخاص اللي تكون بشرتهم معناها تصاب بالهرم والشيخوخة مبكر، لكن في الحالات العادية ما ظهور التجاعيد يكون بعد سن 30. إذا ما ظهرت قبل ذلك فهذا دليل على أنه ثم خلل في طريقة العيش، يا إما سهر، يا إما تدخين، يا إما أكل غير صحي، دونك ثم سبب آخر هو اللي يتسبب في ظهور التجاعيد. كذلك الإدمان على أكل الحلويات، كلما أكلت حلويات كلما زادت رغبتي في أكل الحلويات أكثر، وهذا راهو مؤشر غير سليم، خاطره معناها يدل على أنه البدن دخل في دائرة مقاومة الأنسولين، وأنه الشخص ذاك ولا أكثر عرضة لأنه يصاب في مرحلة معناها متأخرة بأمراض الاستقلاب، بملادي ميتابوليك اللي حكيت عليها ساعة، اللي هي السمنة المرضية، ارتفاع ضغط الدم، سكري من نوع 2، شنو آخر ضغط، اللي هي تجم توصل كما قلنا للأمراض المناعية. كيف باش نلاحظوا أنه بطويل المدة باش يصير تكدس للشحوم في منطقة البطن والخصر، وهذه الطريقة اللي هو يتخلص بها البدن من الزوائد من السكريات في شكل شحوم، مع العلم أن الشحوم هذه الخلايا اللي هي تحتوي على الشحوم هذه باش تقوم مقام الخلايا التناسلية، معناها عبارة تولي تخدم كالمبايض والخصيتين، وباش تولي تصنع هرمونات أنثوية ضارة اللي هي تجم تتسبب على طويل في السرطانات، وتجم تتسبب على طويل في ظهور برشا أمراض وبرشا مشاكل. كيف باش نوليو نشعروا بأوجاع مزمنة، خاصة وقت تقوم في الصباح في المفاصل في العظام، على خاطر البدن باش يولي يعاني من حالة مزمنة من الالتهاب بسبب كثرة تناول السكريات، دونك والشوائب نتاع الالتهاب هذه باش تترسب في معناها السوائل اللي هي محيطة بالخلايا ومحيطة بالمفاصل، وباش يصير نوع من الالتهاب الصامت والمزمن في الأماكن هذيك، وبطويل المدة باش يصاب معناها الناس اللي هما يفرطوا في تناول السكريات باش يصابوا بالتهاب المفاصل، عفى الله الجميع. كذلك كثرة تناول الأكلات اللي هي غنية بالسكريات باش يولي يتعب الكبد ويتعب البنكرياس، ومما يؤدي إلى اختلال في عملية الهضم، مش يصبح البدن غير قادر على هضم السكريات، والسكريات هذه كيف باش تترسب في الأمعاء باش يصير لها نوع من التخمر، ومش تصدر غازات، والغازات هذه باش تتسبب في سوء الهضم وفي انتفاخات وفي غازات وانبعاث غازات كريهة، فضلا عن أنه السكريات باش تسمح بتكاثر أنواع من البكتيريا اللي هي في الأصل نافعة للجسم، لكنها كي تتوجد بكمية أكثر من اللازم الجسم باش تولي مضرة، وباش تولي تأثر على نواقل عصبية موجودة في الجهاز الهضمي، وتوصل الإشارات للمخ وتخليه يشعر بنوع من الاكتئاب والأرق والتعب، اللي هو ينجم حتى يوصل الانتحار، لكن هي غاية البكتيريا هذه أنها تدفعك باش تاكل أكثر سكر حتى تتغذى هي، لكن أنت تجم تصاب باكتئاب، ويكون حتى في بعض الأحيان اكتئاب حاد إذا ما أفرطت في تناول السكريات. هذا فضلا على أنه الإنسان يولي ياسر متشنج،
وسلوكياته تولي عنيفة، خاصة وقت يوصل إلى درجة أنها يبدأ في حالة أن السكر، منسوب السكر يطيح ياسر في الدم، يولي حالته كأي إنسان مدمن على معناها على كوكايين أو سجائر أو غيره. لازمنا ننتبه كي باش ناخذ حاجة من السوق ويقول لك خالية من السكر أو خالية من الفركتوز مثلا أو اللاكتوز خاصة من الحليب، لازم نثبتوا أن السكر موجود تحت تسميات عديدة أخرى، أكثر من 52 تسمية. يعني لازمنا نكون عنا معناها الرفلكس تاع أني نقرأ مكونات الحاجات اللي ناخذ فيها، على خاطر نجم نخفيه الأعداء الصحة متاعنا تحت مسميات أخرى. هو يقول لك خالية من السكر، ما كذبش عليك، ما فهميش كلمة سكر، لكن ثم مثلا كلمة شراب ذرة كورنز سيرب وإلا براون شوغر. والبراون شوغر اللي احنا ماخذين عليه فكرة أنه صحي، راهو الفرق ما بين البراون شوغر والشوغر والسكر الأبيض هو أنه البراون شوغر هو معناها على حالته الطبيعية، كما تم معناها كما تم استخراجه من القصب، معناها ما نظفوهاش وما عدلوهاش كيميائيا، معناها ما نظفوهاش كيميائيا. يمكن تلقى يحتوي على بعض معناها البقايا من المعادن، يعني ولو هي ماهيش بكمية كبيرة، لكن هو فقط معناها كما نقولوا سبب للتسويق وسبب أنه يتباع بثمن أغلى، لكن في التأثير على الفيزيولوجيا متاع البدن ما يفرقش ما بين البراون شوغر وما بين السكر الأبيض. فما حاجة أخرى نحب ننبهلها يعيشكم، كل ما هي أغذية لايت، معناها الأغذية خالية الدسم خالية السكر، راهو إذا ما نزعنا شيء طبيعي من الأكل متاعنا راهو بصفة آلية سنعوضه بشيء معناها مصنع، اللي باش يكون أكثر ضرر على الجسم متاعنا من هذاك الحاجة الطبيعية اللي احنا تجنبناها. يعني مثلا نحب نعطيكم هوني كيما الاسبرتام مثلا اللي هو يعوض السكر. البدن في وقت يستقبل السكر، في وقت يصير استقبال السكر، اول شيء باش معناها المستقبلات المذاق الحلو على اللسان باش تعد مش تحسب كمية الحلاوة متاع السكر، وعلى أساس هيك الكمية باش تقدر قديش كمية السكر اللي دخلت للبدن، وعلى أساسها باش تبعث إشارة للبنكرياس باش يصنع الكمية الكافية من الأنسولين اللي تسمح بحق السكر هذا. فرضا أنه إحنا أخذنا معوض للسكر اللي هو تكون قوة التحلية فيه 10 مرات قد السكر، لكن كمية الطاقة اللي باش ينتجها 100 مرة أقل، باش يصير معناها اعتلال في العمل متاع الجسم، لأنه المعلومة اللي وصلت له عن طريق التذوق أنه هو يجب أن يصنع كمية أنسولين تكفي إلى 10 مرات كمية السكر هذا، لكن كمية الطاقة التي تصل إلى الجسم في الحقيقة يعني 100 في 10 100 معناها 1000 مرة أقل من معناها من الكمية نتاع الأنسولين تصنعت. دونك باش يولي عندنا كمية زائدة مفرزة من الأنسولين في الجسم لا يحتاجها، واللي هو باش تخليك تشعر بجوع كبير جدا. ولهذا العبيد اللي هي تتناول في الحاجات اللايت في أغلب الأحيان مش تحس أنه الشهية نتاعها ولات أكبر وأنها ولات تاكل كميات أكثر، لكنها نفسانيا تسمح لروحها أنها تاكل الكميات هذه اللي هي أكثر من لازم، لا لشيء إلا لأنها تقول هذا معناها منتج لايت ويساعد على فقدان الوزن، لكن هي في الحقيقة في كل مرة تعاود تاخذ منه تعاود تحدث ذلك الاعتلال في الجسم، وتعاود تشعر البدن أنه في حاجة أكثر إلى السكر. وفي وقت ما البدن باش يولي يفهم أنه فما مقاومة للأنسولين، خاطر كمية الأنسولين يخرج فيها هي أكثر من لازم، ما تبقاش الطاقة اللي تستحقها، وباش يدخل باش تولي تصاب على طول بداء السكري من نوع 2. خلينا توا نتخيلوا لو أن احنا تركنا السكر شنو باش يصير في بدننا.
مش يصير انه مزاجنا ونومنا باش يتحسنوا، خاطر قلنا انه السكر من بين الحاجات انه ينقص من المغنيسيوم، ونعرفوا انه المغنيسيوم عنده دور كبير في استرخاء العضلات في مساعدتنا على النوم. باش نشوفوا انه زاد احتمال اصابتنا بالزهايمر والخرفسه يتضاءل، على خاطر برشا نظريات علميه جديده خرجت وتقول انه هو الزهايمر زاد جاي من نوع من انواع مقاومه الانسولين، وفما شكون يسميه انه هو داء السكري من نوع 3. كيف كيف باش نلاحظوا تحسن في ضغط الدم، وباش يتحسن مستوى الكوليسترول، وباش نشوفوا انه فما تحسن في البشره، وباش ينقص الانفعال ويتحسن التركيز، وباش ينخفض الوزن، وباش تتحسن رائحة الفم. علاش الشيء هذي ذكرته قبل؟ خاطر الفم متاعنا، اللسان متاعنا، ورائحة الفم متاعنا، وحالة اللسان متاعنا هي مرآة لما يحصل في أمعائنا. يعني كلما كانت بكتيريا الأمعاء متوازنة، كلما كان حالة الفم متاعنا متوازنة، يبدأ ما عندناش تسوس أسنان، ما عندناش رائحة كريهة، ما عندناش تشقق في اللسان، ما عندناش لسان أبيض، بكل دليل على أنه بكتيريا الأمعاء والقولون في توازن تام كما خلقه ربي. لكن إذا ما لاحظنا تغير في صحة الفم واللسان والأسنان، فهذا دليل على أنه عندنا مشكل في بكتيريا الأمعاء وبكتيريا القولون. دونك سكر نعرفوا أنه نلقاوه في المشروبات الغازية، نلقاوه في المخبوزات كيما البيتزا والخبز الأبيض اللي أكثر الشعب العربي مدمن عليه، الوجبات السريعة. استبدال السكر الأبيض بالبدائل أفضل في حالات معينة. شو معناتها باش نستعملوا سكر عسل نحل أصلي، أو باش نستعملوا نباتات اللي هي تكون حلوة. ثم توا سكر ستيفيا اللي خارج ياسر ماخذ شهرة، لكن أنه سكر ستيفيا نستعملوه في الورقة متاعه، معناه باش ناخذوا البودرة متاع أوراق ستيفيا وليست معناها المركب الكيميائي اللي يعطي الحلاوة في أوراق ستيفيا. خاطر إذا استعملنا المركب الكيميائي هذاك وحده خارج إطار معناها الورقة كاملة توتام متاع معناها المستخلص الكامل للنبتة، فأنه باش يولي يتعامل في البدن تعامل كيميائي كيما الاسبرتام وكيما اي برودوي لايت اخر. يعني احنا باش نستعملوا نلحيو ناخذوا البودره نتاع اوراق ستيفيا، ومش ديما باش من نحدثوش معناها اضطراب في خلايا البدن. كذلك الفركتوز نتجنبوه كي ناخذوه وحده بودره، راهو ياسر مضر وملح، وبرشا صغيرات يموتوا على الملح. معناها تبقى حتى تعطيه حاجة مالحة حتى كسكروت معناها ساندويتش يزيد فوق الملح. الملح راهو يؤدي إلى اختلال توازن معادن في البدن، وخاصة يأثر كيف كيف على المغنيسيوم وعلى البوتاسيوم، دونك باش يأثر على دقة القلب، باش يؤدي إلى اختلال في توازن الهرمونات، باش يؤدي إلى احتباس في سوائل الجسم، خاطر الصوديوم يجبد معاه الماء للبدن، دونك مش تولي تحس بروحك انه عندك ميزان معناها زائد. واحتباس السوائل في الجسم مش يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، وباش يصير ترسب معناها لبعض الاملاح في الكلى، مما يؤدي الى ظهور حصاص الكلى. وبما انه باش نفقدوا العديد من المعادن النافعه في بدننا، دونك باش تصير لنا اصابه بهشاشه العظام. دونك اذا كنا من الاشخاص المدمنين على الملح، من المستحسن ان نكثروا من شرب الماء، لكن في مقابل راهو ما لازمناش نكثروا من الماء. معناها هو لازمنا 30 ملي لتر من الماء لكل كيلو، معناها لكل كيلوغرام من وزن الانسان. معناها اذا واحد وزن 70 كيلوغرام، معناها تقريبا لازم 2 لتر من الماء يوميا الى 3 لتر. خاطر كي كثرت شرب الماء بطريقه غير متوازنه وبطريقه اكثر من اللازم، راهي تفقدنا كذلك المعادن من البدن. دونك لازم حتى شرب الماء يكون متوازن ويكون مقسم على كامل فتره اليوم. يعني ما تجيش تشرب لتر من الماء مره واحده، هذا يرهق الكلى ويتسبب في فقدان الكثير من المعادن من البدن. لازم نقوم بممارسه الرياضه باش البدن ينجم يتخلص من السوديوم الزائد عن طريق التعرق، وتعاون الجهاز اللمفاوي باش يتنشط باش يتخلص من السوائل اللي صار لها معناها احتباس بسبب الاكثار من شرب معناها من تناول الملح.
نتناول الموز وكل ما هي ورقيات خضراء على خاطرها غنية بالمعادن وخاصة بعنصر البوتاسيوم، خاطر الصوديوم وقت يكثر في الدم ينقص من البوتاسيوم، دونك احنا محتاجين ان نسترجعوا كميات البوتاسيوم الناقصه. وديجا معناها نلاحظوا العباد المرضى بارتفاع ضغط الدم يعوضوا لهم ملح الصوديوم بملح البوتاسيوم. لكن لازمنا ننتبهوا، راهو اسمعني، حتى عبد انسان مصاب بضغط الدم ما لازمش ياكل من غير ملح جمله، يعني ما لازمش ينحي الصوديوم من البدن، خاطر راهي كل المعادن المفيده للبدن لكن بمقدار معين، وإذا معناها نقصت أو اختل توازنها باش يأثر مباشرة على عمل عضلة القلب وعلى الكهرباء نتاع القلب. ولذلك العباد اللي مصابة بضغط الدم خاصة أو تاخذ في أدوية مضرة للبول مصابة بضغط الدم واللي هي تتفاعل ياسر مع عنصر البوتاسيوم، لازمها قبل ما تاخذ أكلات غنية بالبوتاسيوم أو تاخذ مكملات غذائية فيها بوتاسيوم، لازمها تراجع طبيبها باش ما يصيرلهاش مشاكل في دقات القلب. نجيو لثالث حاجة في الأكل متاعنا، واللي هي راهو شوف السكريات والملح والدهون ديما جميع معناها مصانع الأكل أو معناها محلات الأكل السريع تستعملهم بكميات متفاوتة باش تجبرك على الإدمان وتجبرك على أنك تعود كل مرة وتاخذ من المأكولات متاعها. وهذاك علاش أنا حبيت نحكي لكم عليهم الثلاثة هذوما المكونات السحرية اللي هي تسبب الإدمان، واللي هي كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها نحافظوا بها على صحتنا، ولكن زاد نتمتعوا بغذاء معناها لذيذ وممتع. دونك الدهون شنية؟ هي مركبات من الهيدروجين والكربون تختلف عن الكربوهيدرات باحتوائها جزئيا على الأكسجين أقل مما في الكربوهيدرات، ولهذا يكون تأكسدها أسرع من تأكسد الكربوهيدرات، وما تطلقه من طاقة أكثر مما تطلقه تلك المركبات. الدهون هي أكثر حاجة تعطينا طاقة للبدن، وهي ياسر عندها وظائف مفيدة في البدن. راهو وحش الكوليسترول اللي خرج ياسر في وسائل الإعلام راهو توصل بطريقة غلطة. الكوليسترول فيه النافع اللي هو الـ HDL، وفيه الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL. يعني على حسب أنت شنو نوعية الدهون والزيوت اللي تتناول فيها، فأنت تبجل أنه يكون بدنك يصنع في الـ HDL أو يصنع في الـ LDL. لكن الكوليسترول كمكون في الجسم راهو مكون حياتي في الجسم، خاطر هو يمنح الطاقة للجسم، يقوم بتنظيم درجة الحرارة، يساعد على بناء الخلايا وهيكل الخلايا، خاطر هيكل الخلايا مصنوع من الكوليسترول. يعني إذا ما منعنا الكوليسترول كل ما هي أطعمة معناها يوضع عليها خالي من الكوليسترول، راهو هذا لا يعني شيء بالنسبة للصحة. يعني لازمنا نتجنبوا انه نقع في فخ الوسائل الدعائيه هذه لبيع المنتجات. كيف الكوليسترول هو نواه الهرمونات، معناها كل الهرمونات مصنوعه من الكوليسترول، وهو والمواد الدهنيه بصفه عامه تساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الزيوت، واللي هي فيتامين ا اللي يساعد على سلامه العينين والكبد، فيتامين دي يساعد على سلامة العظام والجهاز المناعي ويعاون على النوم، فيتامين ك اللي يساعد على توازن تخثر الدم في البدن، وفيتامين او اللي هو مضاد للأكسدة ويعاون على صحة خلايا المخ. كيف يحمي أعضاء الجسم على خطر، هو يساعد على تكوين خلايا جديدة صحية. الدهون عندنا ثلاثة أنواع، ثم الدهون المشبع، الدهون الغير المشبع، والدهون المتحولة. الدهون الغير المشبع هي أحسن نوع من الدهون. الدهون المشبع نتناولوها لكن بكميات معينة، ما لازمناش نفرطوا منها. الدهون المتحولة أو ما يسمى بالدهون الترانس فات هي أكثر دهون مضرة، وهذه اللي ما لازمناش نتناولوها ولازمنا نتجنبها. الدهون المتحولة أو الزيوت المهدرجة هي الزيوت نباتية يتم تسخينها إلى درجة حرارة عالية وتعريضها لأعلى درجات الضغط، ثم يتم إضافة الهيدروجين لها حتى تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، كما مثال زيت النخيل أو زيت قلب النخيل. ومن بعد علاش نستعملوها الزيوت هذه؟ خاطرها تزيد من مادة معناها صلاحية المواد الغذائية المستعملة فيها وتخليها تدوم لأكثر وقت، وكذلك تحسن من القوام والمذاق وتحميه من العفن. وعند التخزين لا نحتاج إلى ثلاجات لحفظها،
ولا تفسد النكهة. ما عنديش مطعم، لا عندها لا رائحة ولا مطعم، وتحسن من مدة تخزين المأكولات. يعني هي عبارة مركب كيميائي نصنعه زعما نقولوا هي دهون، أما هي دهون ضارة. وكذلك قليلة التكلفة، هي رخيصة جدا. دونك كي باش نصنعوا بسكويت بالدهون بالزيوت المهدرجة هذه، باش يكون مقرمش أكثر، باش يكون مذاقه معناها ألذ، وباش يمكننا أن نخزنوه خير، وتكلفته في الإنتاج مش تكون أقل. يعني هذا كله يصب في صالح مصنعي البسكويت وليس من يقوم باستهلاك البسكويت. دونك بعض أضرار هذا الزيوت أنها تزيد في الوزن، تعمل اضطرابات في المعدة وتتسبب في قرحة المعدة، تتسبب في اعتلال في معناها امتصاص الفيتامينات اللي حكينا عليها اللي هي الذوب في الزيوت، وتتعب الكبد، تتسبب كذلك في مشاكل القلب خاطر تعمل معناها تصلب القلب والشرايين، تزيد من خطر إصابة التجلط في الدم، تنجم تكون سبب في الإصابة بمرض السكري، تزيد من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم اللي هو ال LDL، وتنقص من مستوى الكوليسترول النافع في الدم اللي هو ال HDL. معروفين الأغذية اللي احنا في مطلق الأحوال كلنا معناها كبار وصغار جينا فترات وندمنوا عليها، هي الوجبات السريعة، المعجنات، الخبز، البسكويت والكريمة وما إلى ذلك. القاعدة العامة شو تقول؟ If you can't read it, don't eat it. يعني إذا خلينا حاجة باش ناكلوها وقرأنا معناها المكونات وبدينا أنه نضيعوا في وسط التسميات الكيميائية الغريبة والحروف والأعداد، وقتها نقولوا ستوب، لن أتناولها. يعني إذا ما كانت المكونات غير واضحة غير مفهومة، فهذا دليل على أن المنتج هذا لا يصلح للاستهلاك البشري ولازم يمشي مباشرة إلى القمامة. مع العلم أنه أحنا راه وقت ناخذ مرة برك جانك فود في الأسبوع نزيد من إمكانية أن نصاب بأمراض القلب والشرايين بنسبة 20%. يعني وكلما زادت معناها المرات في الأسبوع كلما زادت معناها النسبة في أن نصاب بالأمراض هذه. هذه في الصورة هذه نشوفوا ملخص للأطعمة هذه شنو تجن تضرنا، لكن في مطلق الأحوال باش تقولوا لي شنو ناكلوا. اللي نجمو ناكلوه واللي لازمنا ناكلوه هو كل ما خلق الله لنا من لذائذ الطعام. الوجبة متاعنا لازمها تكون مقسمة كالآتي، لازم نصف الوجبة تكون فيها خضر وغلال، وفي الخضر والغلال لازم يكون الثلثين من الكمية هذه حاجات طازجة وغير مطبوخة، والثلث خضر أو غلال مطبوخة، ويفضل طبخة يعني على درجات حرارة ضعيفة، يعني ما نكثروش ونستعملوا ديما نبجلوا زيت الزيتون للتشويح مثلا على خاطره هو يتحمل درجات حرارة عالية. لازم يكون ربع دونك هذه باش يجيبوا لنا الخضر والغلال كل ما هي فيتامينات ومعادن باش تعاون على النشاط والحيوية وتقوية الجهاز المناعي وحماية أعضاء الجسم. بالنسبة للبروتينات هي اللي باش تعاوننا على النمو، ونبجلوا البروتينات النباتية وبعديك الحيوانية بالنظام، ونحاولوا الحليب ومشتقاته خاطر فيه برشا نقاشات نتفاداوهم على أقصى ما يمكن. اللي باش يحكي لي على الكالسيوم، الكالسيوم موجود بكميات كبيرة ومعناها والبدن يمتصها بكميات عالية موجود في حبات السمسم. ثم الربع الأخير من الطبق باش يكون محتوي على الكربوهيدرات النافعة اللي باش نلقاوها في الأرز، اللي باش نلقاوها في المعجنات الكاملة، في الخبز الكامل، باش نلقاوها في حبوب الشيا، في دونك هذه الكل باش نلقاوها الكربوهيدرات اللي باش تعطينا الطاقة والحيوية وتعاوننا على أن ناخذ طاقة. بيان سور هوني ما فماش الزيوت خاطر هي موجودة شويه في الخضر وشويه في الاغذيه الغنيه بالبروتين، لكن المبجل اكثر هو زيت الزيتون، زيت الافوكادو، هذوما اكثريه الزيوت. حتى الزبده راهي نافعه بكميات، نتفاداو المارغرين خاطر هي من الزيوت المهدرجه، وكذلك لازمنا نشربوا المياه بكميات وفيره كما قلت لكم 30 مللتر لكل كيلوغرام من
الوزن، ونقوموا بمعناها مجهود رياضي حتى 35 دقيقة مشي مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وتكون من المستحسن في الهواء الطلق. هوني جست حبيت نظهر لكم أنه الوجبة بتاعنا لازم في كل مرة تحتوي على الأقل 3 ألوان من المكونات هذوما، وتكون أكثر توازن إذا ما احتوت على الـ5 ألوان في كل مرة، على خاطر كل لون في الغلال والخضر هو باش يقوم بحاجة نافعة للبدن. ولون غذائك، تستمتع بحياتك. إن شاء الله أكون استفدت، وإن شاء الله تكون المعلومات وصلت كما يلزم.